جينا بقى للعبة من ألعاب بابا وماما وهما صغيرين، لعبة من ألعاب التسعينات اللي لسه مستمرة معانا بس بتتطور الحياة تطور رهيب، من ورقة وقلم وجدول ونقعد نسطر ليه كده واحنا واقفين وبالونات بتتفرقع علينا، كل يرفع بالوناته فوق راسه بابا هو بقى اللي هيلعب دور اللي بيفرقع الايه؟ القنابل القنابل قنابل مفجر هنفجر هيفجر بقى البالونات دي فوق ويكو لو ما عرفتوش تجاوبوا بسرعه جدا 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 جاهزين؟ جاهزين كلنا عارفين اتوبيس كومبلي ماشي يلا جوجو ولد بحرف الت ولد بحرف الفايب بتاع فوق راسك بسرعه خمسه اربعه استنى ما انت بتتوتري بسرعه يا جوجو ها ما انا ساكته ثلاثه ولا اتنين ده كده ثواني كتير قوي عدت واحد يلا يا بابا ته ته يلا يا بابا ته 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 مصطفى ولد بحرف الر خمسة نفس الكلام أربعة ثواني كتير قوي ما بين الخمسة والأربعة تلاتة ولد بحرف الر ر ر رجل ايه رجل ايه ثلاثة اسم 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 ولد اتنين واحد بحرف الايه حرف ايه حط البالونه في ويك ره يلا يلا يا بابا رامي 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 ده انا اسمي زهره رامي حتى ماشي ما هي بيقول لك ماشي بنت بحرف الشين بسرعه شيماء شيماء بنت بحرف الكاف خمسه خمسه أربعة الشين كاف كاف أربعة كريم كريم بنت كريمة كريمة برافو ماشي أنا أطلع كريمة كريم إيه بس بلد لازم أقول لك بلد بحرف السين سويسرا سويسرا بلد بحرف الشين تشيكوسلوفاكيا يلا يلا هي بالته اصلا ليه طب اديني فرصه تانيه دي بالته يلا شيسو في الفاجا هي الشي فيها شي بس هي بتش شيسو في في ت يلا يلا في يلا يلا ماشي صح صح دي وانا اخدتها قلت صحيح فيها شين بس هي تش ماشي يلا قول لي اكله بحرف الجيم بسرعه خمسه اربعه جمبري ماشي اكله بحرف الالف خمسه اربعه ألف ثلاثة اثنين واحد يلا يا بابا يلا يا بابا يا سلام حطها ورا يعني ناصح ماشي عندنا مين ومين يلا قولي لي بلد بحرف الياء يابان يابان قولي قولي ايوه انت قولي أكلة بحرف الألف اللي ما عرفهاش دي خمسة سهلة قوي يا جماعة أربعة ثلاثة الأسرة دي بتخلص مني اتنين يلا يا بابا هنقعد حصل حاجة؟ الحمد لله ما حصلش ماشي هنا ايه الأسرة دي بس اللي اتبقت هنشوف ماما ولا أنتوني ماشي ماما قولي لي بسرعة جدا أكلة بحرف الكاف بسرعة كفتة قولي بسرعة جدا بنت بحرف الت خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا يلا قال تهاني تهاني ماشي ماما برافو قال تهاني ماشي ماما قولي لي بنت بحرف الر خمسة أربعة رضا رضا إيه؟ بتمشي الاثنين رنا صح رضا ورنا الاثنين يمشوا قولي بسرعة جدا بنت بحرف الثاء ثاء خمسة أربعة ثلاثة اتنين اضرب يقول لك اضرب ده ايه الاستسلام ده؟ ثريا ماشي خلصنا وماما هنا هي اللي كسبت اتوبيس كومبلي عشان هي لعبة بابا وماما اصلا فمنطقي انها اللي تكسب يلا نشوف بقى ايه العاب التحدي اللي عندنا تاني